اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سيدة فاضلة يعني تقول: لدي سؤال تعبني، أتمنى أن يجري الله على لسانكم حلا لي. أنا متزوجة منذ 5 سنوات، زوجي طيب، لا يشرب ولا يزني، عيبه أنه يصلي ويترك في بعض الأحيان. هذه المصيبة. المصيبة أنه عندما يغضب في شغله يتلفظ بلفظ لا أدري ما حكمه، يقول الرب في الحقيقة، يعني خلاصة لفظ كفري كأن فيه سبا للرب جل جلاله، وهي تقول أنا أعمل إيه؟ حكم زواجي إيه؟ أنا لسه زوجة وعقد زوجي موجود ولا مفسوخ؟ أنا متحيرة تعبانة. يا مشايخنا يا علماءنا ريحونا وقولوا لنا ما هو الحل في موقفنا هذا، بارك الله فيكم. الجواب عن هذا يا أمة الله، اسمعيني جيدا، إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام كسب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. ابن قدامة يقول: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، لكن لابد طبعا من تثبيت هذا في المحكمة، ولا تستطيع أن تتزوج برجل آخر إلا بعد صدور الحكم بفسخ نكاحه. أما إذا كانت الردة بعد الدخول فالصواب أن الزواج يكون موقوفا في مدة العدة، فإن تاب واستغفر وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإذا انقضت العدة قبل الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الإسلام بانت منه، وله أن يرجع إليها بعد التوبة بعقد جديد. مما الشافعي رحمه الله يقول: فإذا ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه وبين الزوجة، فإن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح، وإن ارتدت المرأة أو ارتد جميعا أو أحدهما بعد الآخر يبقى ننظر أبدا إلى العدة، إذا انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها، وإن أسلما قبل أن تنقض العدة فهي ثابتة، بارك الله فيكم. فهذا أحد القولين في هذه المسألة، وهو الذي نعتقده صوابا، بارك الله فيكم يا أحبائي، وشرح الله صدوركم ونور الله قلوبكم.